السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. فيديو النهاردة فيديو اول مرة اعمله، ومش عارفة، ما شفتش حد عمله قبل كده يعني، بس انا قررت ان انا اعمله لسببين، خلينا نقول لسببين. السبب الاولاني ان السنة دي انا جربت كمية منتجات من ايفون مش طبيعية، جربت منتجات كتير جدا 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 حقيقي، وده كان بناء على طلبكم وتفاعلكم على الفيديوهات بتاعت ايفون، فكنت كل مرة بتحمس اكتر ان انا اجرب لكم حاجات جديدة. تمام كده. تاني حاجة ان طبعا ان السنة دي يعني كانت سنة مليئة بالمنتجات، الحقيقة كانت مليئة بالمنتجات، فبين ان شاء الله باذن الله اكيد هعمل لكم فيديو اسوأ وافضل منتجات 2020، فقررت ان انا اقلل حجم الفيديو شوية وان انا اختصره واخلي فيه فيديو لوحده لمنتجات ايفن، لانهم كتير جدا جدا جدا. تمام كده. يعني هيعتبر الفيديو دوت مكمل لفيديو اسوأ وافضل منتجات 2020 عامة، بس احنا بننحصر في ماركة واحدة مشهورة البنات بتحبها، متوفرة، اسعارها كويسة، حاجات كتير قوي، زائد ان الناس كتير جدا بتهتم بالماركة دي قوي. يعني ده اللي انا لاحظته، ان في بنات كتير وسيدات كتير يعني بتهتم بالماركه دي قوي قوي قوي، بصراحه هي ماركه كويسه جدا، فقررت ان انا اعمل الفيديو دوت. فعايزه اقول برضو تنويه صغير، انا جربت منتجات كتير جدا 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 من ايفون 2020. في منتجات كانت بالنسبه لي حلوه قوي قوي ودي اللي هنتكلم عنها، وكانت منتجات سيئه قوي 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 ودي برضو دي هتكلم عنها. اما المنتجات اللي كانت نص نص، كويسة شغال ماشي حالها، دي اكيد مش هنتكلم عنها، لانه عادي في ماركات كتير في منتجات فيها حلوة قوي، في منتجات فيها متوسطة عادي يعني، فاحنا هنتكلم على البيست والورست يعني، فاهمين؟ مش هنتكلم على النص نص. تمام كده. فيلا بينا نبتدي الفيديو. بالنسبة للميك اب لوك دوت، ده ميك اب لوك كامل منتجات ايفون اللي انا حبيتها 2020. لسه ما قررتش اذا كان الفيديو ده هينزل لكم او التوتوريال ده هينزل لكم في الفيديو دوت، ولا هخليه فيديو منفصل. ده هيبقى بناء على كميه المنتجات اللي هنتكلم عليها ووقت الفيديو. لو لقيت وقت الفيديو يسمح بان انا انزل التوتوريال في نفس الفيديو اوكي، لو ما لقيت الفيديو طويل جدا ومش هينفع هنزله لكم فيديو لوحده. تمام كده. لو دلوقتي لقيتوا نفسكم داخلين على اسوأ وافضل منتجات على طول، اعرفوا ان انا ما عرفتش احط لكم الميك اب توتوريال ده وهينزل بفيديو لوحده. اوكي يلا بقى بينا نبتدي، عشان كفايه قوي قوي رغي كده. الحقيقه ان انا مش مكرره ابتدي بالاسوأ ولا الافضل، بس تعالوا نتوكل على الله كده ونبتدي بالافضل، لان الحقيقه ان الحاجات السيئه هي مش كتير قوي. ف تعالوا نبتدي بالحاجات الافضل والحاجات اللي انا حبيتها جدا جدا. تنويه 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 لازم نقوله دايما في كل فيديو، رأيي في المنتجات سواء حلوة او وحشة ده رأيي انا، تجربتي انا، بشرتي انا، احساسي انا، تفهمي انا للمنتجات، قد يعجبك انتي قد ما يعجبكيش انتي، كل واحد حر، كل واحد ليه رأيه، كل واحد رأيه يحترم. فياريت بلاش نزيد على بعضينا، ده رأيي انا وبس كده. يلا بينا. طيب اول منتج وافضل منتج وافظع منتج واللي بجد توب 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 ايفون 2020 حقيقي، توب ايفون 2020، واللي كان بالنسبة لي اروع اكتشاف واحلى اكتشاف، وبجد ممكن اقول فيه شعر حاليا، هو الكلينزر ده او مزيل الميك اب دوت اللي اسمه كلين بريك، اسمه ديستيلري. تمام. يعني مزيل الميك اب ده يا جماعه جبار، فعليا جبار. يعني انا وريتكم انا تقريبا بشربه والله العظيم بجد، يعني بصوا بصوا انا خلاص انا خلاص قربت اخلصه اصلا. فظيع فظيع يا جماعه، فظيع فعليا. بيشيل الميك اب تاني، لو تابعتوني على الانستجرام على لكم هناك هايلايت، روحوا شوفوني وانا بشيل بالميك اب، شلت بيه معاكم الميك اب هنا، وعامله لكم فيديو عن افضل مزيل ميك اب، هسيب لكم لينك الفيديو تحت، روحوا برضو شوفوه. الميك اب المزيل ساحر 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 ساحر. واللي كانت اول واحده جربته وانا عرفتها منه كانت ميار، ميار عبد الله، شكرت فيه جدا. فالحقيقه كانت كمان في نفس الوقت منزله هدى بيوتي منتج نفس الفكره بالظبط بتاع دوت، فتحمست جدا ان انا اجربه، وطلع بجد يعني جبار جبار. انتوا متخيلين ده بالنسبه لي انا
افضل منتج في ايفون 2020. انتوا متخيلين؟ حقيقي رائع، يستاهل التجربة، يستاهل كل ربع جنيه بيدفع فيه، يستاهل كل حاجة حلوة. تهيألي او مش هقدر اتكلم اكتر من كده. تمام، يلا على بعض. تاني منتج وكان بيست عندي السنة اللي فاتت وما زال بعد تجربة منتجات كتير زيه ما زال البيست، فيتامين سي من ايفون. انا جربت منتجات كتير اغلى منه واحسن وارخص منه واحسن منه اوحش منه على رأي اخرين، وما زال ايفون انيو فيتامين سي الافضل 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 بالنسبة لي. دي تاني علبة منه، احلى فيتامين سي انا جربته فيتامين سي من ايفون. هسيب لكم لينك الريفيو بتاعه تحت، هسيب لكم لينك ريفيو بينه وبين حاجات تانية. عايزه اقول لكم ان انا استخدمت اوز اللي هو قد تمن ده مرتين، وما زال ايفون الافضل عندي لان ترطيبه اعلى، بيدي نضاره افضل. ما اعرفش، كان بالنسبه لي تاثيره على بشرتي احلى بكتير جدا من اي نوع فيتامين سي تاني انا جربته. والامانه انا يعني مفيش حد اشتراه ورجع لي قال لي يا رورو الفيتامين سي رائع رائع. ويا ريت اللي جربه يكتب لنا رايه تحت في الكومنتات. المنتج اللي بعد كده هو منتج غير لي مفهومي عن الغسولات الفوم عامه، لان انا كنت جربت قبل كده كذا غسول فوم كانوا بالنسبه لي يعني مش انترستنج خالص، و لقيتهم حسيت انه ما بينضفوش كده، فاهماني؟ لحد ما جربت ايفون اللي هو اسمه مات فلافي فوم كلينزر اللي هو ده شكله. تمام، الغسول ده حلو جدا جدا، بينضف ماشي، ما بينشفش البشره، بحس ان هو حاجه خفيفه على بشرتي كده وليه مفعول، فاهمني؟ حبيته جدا جدا جدا، بستخدمه مثلا وقت ما اكون انا اوريدي مثلا غاسله وشي وجيت في نص اليوم عايزه انضف وشي، وشي جه عليه اي حاجه مش عارفه ايه، باخد حبه كده على ايدي وبغسل وشي، بحس ان وشي نضف من غير هلاك، من غير ما اقعد ادعك فيه، فاهمين قصدي؟ فده بالنسبه لي برده من الحاجات الرائعه في ايفون 2020. ومكملين مع بعض في اللي هي حاجات السكين كير، وهكلمكم عن منتج انا ما كلمتكوش عليه قبل كده ولا مره، على الرغم من المنتج ده عندي بقاله فتره كبيره، على الرغم من المنتج ده تاثيره على بشرتي فوق الرائع، ولكن انا كنت مستنيه ان انا اعمل فيديو يعني تنظيف بشره او فيديو سكين كير عشان اطلعه معايا، ولكن بقى هو جه الحظ انه يطلع هنا على طول واقول لكم عن جماله. تمام، ده منتج جديد جدا من اجدد المنتجات اللي نزلت في ايفون، وهو الورمنج بيل اكسفوليشن اللي هو دوت سكراب ماشي للبشره بفيتامين سي. شايفين شكله؟ تمام، الفيتامين سي ده جديد كمنتج في ايفون، جديد كفورمولا، جديد كتأثير على البشرة، جديد في كل حاجة. تمام، أول حاجة هو اسمه وورمينج بيل الـ 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 الغسول دوت سوري قصدي السكراب دوت. أول حاجة لما بتحطيه على بشرتك بيسخن بيسخن جدا، عارفين كأنك حطيتي فحمة، بيسخن جدا، وبعد كده مجرد ما تقعدي تعملي كده بيبتدي يبرد تاني على بشرتك. أول حاجة هو المنتج دوت طبعا هو غني بالفيتامين سي، انا هوريكم بصوا شكله عامل ازاي، عايزه اوريكم بصوا شكله، ومجرد ما اعمل كده هيسخن دلوقتي اهو ابتدى يسخن، بصوا شكله. عايزه اقول لكم ان ملمسه خشن، يعني دوت سكراب مش جنتل ولا سوفت، لا ده سكراب جامد، ده سكراب قوي جدا جدا جدا، ريحته فوق الرائعة، ريحته حلوة جدا جدا جدا، ما بيحسسش البشرة اطلاقا اطلاقا. نتيجته على البشرة انه بيخليلك بشرتك دي زي بشرة البيبي، بمعنى كلمة انه بيخلي البشرة زي بشرة البيبي. تمام، ناعمة جدا جدا فوق ما تتخيلي، منورة منورة. انا عايزة اقول لكم انه البنات اللي كانت بتسألني بعد ما رجعت من المصيف يا رورو انت ازاي اتفتحيتي بالسرعة دي، تمام، انه هو كان من افضل الحاجات اللي استخدمتها لتفتيح البشره، كان المنتج ده
فوق الرائع يا جماعة. بس أنا للأمانة أنا بستخدمه مرة واحدة في الأسبوع لأنه قوي جدا 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 جدا. أنا عايزة أقولك إنك بعد ما تستخدميه وتمشي كده على وشك بالتونر بتاعك ماشي، وبعد كده حطي السيروم ستاتيك ونامي واصحي بس تاني يوم الصبح، إذا ما كنتيش تشكريني ما بقاش أنا رورو. أنا كمان ما قلتلكوش أصلا الماسك دوت ايه فايدة ان هو بيسخن. فايدة ان هو بيسخن انه بيجري الدورة الدموية في البشرة، السخونية دي بتجري الدورة الدموية في البشرة، فيبتدي يعمل يشيل كل الخلايا الميتة ويساعد ان الخلايا تتجدد، فاهمين؟ فهو بصراحة وظايفه كتير جدا جدا جدا، تأثيره على البشرة رائع وسريع جدا، هتلاقي نتيجة على طول منه. وهتشكريني ان شاء الله بإذن الله لو جربتيه. كان نفسي اجرب التونر بس انا طلبته 3 مرات وكل مرة كان بيبقى مش موجود، فاتمنى ان انا اجربه ان شاء الله لو لقيته. ده جربوه ودعولي. مش قادرة اقول لكم ايدي ريحتها بقت عاملة ازاي وناعمة، يعني وحياة ربنا الفرق بين الايد دي والايد دي انتوا مش متخيلين الفرق، مش متخيلين. رائع رائع، فظيع فظيع. وعلى فكرة بنات اوعى بنت عندها حبوب جامدة في وشها تستخدمه، هيعورك وهيبهدلك الدنيا لانه قوي جدا. ما تستخدموش الا وبشرتك كويس، يعني فيها قشور، فيها مثلا حاسه ان فيها حبوب او رؤوس بيضة كتير، رؤوس سودا كده، فاهمين؟ لكن وشك فيه حبوب ملتهبه اوعي تستخدميه. فدينا حذرتكم اهو. طبعا انا السنه دي في ايفون جربت منتجات كتير جدا، سكين كير كتير جدا 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 تمام، ولكن بالنسبه لي كانوا دول التوب. زي ما قلنا احنا هنتكلم على التوب التوب اللي هم احسن حاجه، فهم دول كانوا بالنسبه لي التوب. هنخش بعد كده على الميك اب. هنيجي اول حاجه في الميك اب، الحقيقه ان ايفون ابدعت السنه دي في الهايلايترز الباودر، ابدعت فيهم جدا جدا. اول واحد كان اللي هو الماجيكلي هايلايتر اللي هو اللي عامل زي الرينبو اللي هو ده، شكله كان حلو جدا جدا وفكرته كانت حلوه. كنت بادمج كل الالوان دي مع بعضيها بالفرشه وبيطلع لي لون رائع جدا حلو جدا فظيع. وبعدين راحوا عاملين الشوجلو. الشوجلو يعني بقى افضل هايلايتر عندي في 2020 تقريبا، مع كام واحد تانيين هقول لكم عليهم، بس ده يعتبر البيست. الشوجلو حقيقي رائع، لونه رائع، شكله رائع. اهو اهو يعني انتوا شايفين اللون، الدرجة، الجولد اللي هو بيليق على كل الدرجات البشرة، بجد ملمسه حلو جدا، شكله حلو جدا، الفينش بتاعه حلو جدا. حقيقي الشوجلو رائع 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 كمان مرة تمام. المنتج اللي بعد كده واللي تقريبا انا من ساعة ما جبته وانا بستخدمه في معظم فيديوهاتي هو الباليت بتاعت الكونتور بتاعت ايفون. الباليت ديت ليها تلاتة شيدز، انا عندي منهم الشيد اللي هو الاغمق اللي هو اخر واحد خالص ماشي، درجة اسمها راديانت اند كونتور اللي هي عاملة كده هي. فيها درجتين غامقين، درجة برونزر ودرجة هايلايتر. وعندي باليت تانية اللي هي المفروض اللي هي الميديوم تمام كده، اللي هي اسمها جلو اند سكلابت تمام، اللي هي المفروض الميديوم اللي برضو فيها درجتين، ده درجتهم والبرونزر والهايلايتر تمام. هنتكلم دلوقتي على الفورمولا بتاعت المنتج ده. الفورمولا بتاعته كريمية فوق الخيال، بتندمج كده كده هوا هوا، المنتج بيندمج من غير اي صعوبة، بالفرشة بيندمج، بالبيوتي بلندر بيندمج، اللي انت عايزة اعمليه بيندمج. درجات التون بتاعت الكونتور حلو جدا 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 برضو، عاملك واحدة بني غامق وواحدة وورم، استخدميها حتى لو انت عايزاها كبرونزر كريمي، كونتور كريمي. الكونتور اللي فيه الباودر او البرونزر اللي فيه الباودر مش قوي، مش قوي قوي، اعتبريه برونزر يومي، اللي هو برونزر يومي كده في الميك اب بتاعك اليومي
حلو جدا، بيدي افكت حلو جدا للبشره، شكله حلو جدا. الهايلايتر بتاعه دوت مش قوي برضو، انا بعتبره لو انت عايزه تعملي برونزر بيلمع، فبتخلطي الاتنين مع بعض، البرونزر مع الهايلايتر ده يديكي اللي هو البرونز اللي بيبقى فيه لمعه، او ممكن تستخدميها كفينش باودر كده بتدي لمعه للبشره، لكن الهايلايت بتاعها ضعيف. لكن كباليت كامله على بعض، الباليت بالنسبه لي رائعه. لو خلصت هتجيبيها تاني؟ اه هجيبها تاني. الباليت حلوه جدا، وواضح واضح انا بستخدمهم قد ايه معاكم. نيجي بعد كده لمنتج برضو من احلى المنتجات في ايفون، وهو البرونزر جامبو من ايفون اللي هو دوت. اول حاجه الحجم بتاعه زي ما انتم شايفين كبير قد ايه، تمام؟ يعني كبير، بصوا بالنسبه لايدي كبير قد ايه، كبير، تمام. التون بتاعها حلو جدا كبرونزر، بيقعد معاكي كتير، شكله على البشره رائع، ما بيعلقش اطلاقا. الحقيقه ان انا كنت جايبه الدرجه دي اللي اسمها ميديوم مات برونز، وكلمتكم تقريبا الفيديو اللي فات على الموضوع دوت، بس حسيتها فاتحه شويه عليا، فانا جبت الاغمق منها اللي هي الديب مات. هو اصلا الكونتور دوت او البرونزر دوت هو ما فيش منه غير الدرجتين دول. لو انت فاتحه عني هتجيبي الدرجه اللي هي البرونز ديت، او لو انت بتحبي افكت البرونزر اللي هو الطبيعي قوي 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 هتجيبي الفاتحه. لكن لو انت بتحبي البرونزر زيي، بتحبي البرونزر قوي، بتحبيه باين وتحبي يعني شكله، هتجيبي الدرجه دي اللي هي الديب، تمام. البرونزر برضو كلامي وشهادتي فيه مجروحه من كتر ما بستخدمه السنه دي، اكيد انتوا عرفتوا قد ايه انا بحب البرونزر ده. هنيجي بعد كده لاحلى بلاشر في ايفون. احلى بلاشر ممكن تجربيه من ايفون اصلا اصلا هو كرات اللؤلؤ اللي هو كله كرات. ده قديم، يعني حتى دلوقتي هم غيروا شكل العلبه. بص ده القديم، ده عندي من بدري وانا بحبه جدا وبستخدمه على طول، واحلى، وجربت بلاشرات كتير من ايفون. احلى برونزر ممكن تجربيه من ايفون هو كرات اللؤلؤ. عايزه اقول ان اختي برده جايبه اللي هو الاصدار الجديد منها، نفس الافكت ونفس الجمال ونفس كل حاجه رائعه. كرات اللؤلؤ من ايفون تستحق التجربه بجداره. والدليل على ان قد ايه هي جميله، بقالهم بيصدروها دلوقتي كام سنه، اكتر تقريبا من 6 7 سنين بيصدروا المنتج، وده معناه قد ايه المنتج قوي وجميل والناس بتطلبه. يعني ده منتج بقاله عندهم سنين بيصدروه، ما بيبطلوش يصدروه. لو انتم من الناس اللي متابعين ايفون تعرفوا ان هم كل فتره في منتج بيقف اصداره، تمام. لكن المنتج ده بقاله سنين طويله عندهم وما زالوا بينتجوه من كتر جماله ومن كتر ما الناس بتطلبه. المنتج اللي بعد كده اللي فعليا انا شخصيا برضو لو متابعيني هتبقوا عارفين ما اقدرش استغنى عنه، هو مسكره الحواجب من ايفون. زي ما انتم شايفين دي خلصانه اوريدي اهي، مش عارفه باين ولا لا، شايفين خلاص خلاص خلصت اساسا. فاشتريت واحده تانية بتقعد معايا كتير جدا، بتقعد معاكي كتير كتير، لان هي اصلا زي ما انتم شايفين كبيره 8 مللي، كبيره جدا، تمام. يعني معظم المسكرات 3 مش عارفه ايه كده، اللي هم بالذات الشفافه دي 8 كبيره جدا. الفرشه بتاعتها حلوه قوي، حلوة قوي، جل مش مية، مش بتبل الحاجب، ثباتها متوسط. انا بالنسبة لي كاستعمال يومي انا ما احبش ان انا احط مسكرة تثبت لي شعر حاجبي وتوقفه كده كل يوم، ده يقع. فبالنسبة لي ثباتها وخفيتها على الرموش حلوة جدا، وهي انتوا تقريبا انا بستخدمها لكم كل الفيديوهات بتاعتي بستخدمها يا جماعه. فمن احلى المنتجات اللي انا بعشقها الحواجبي، وهفضل اجيبها على طول للامانه، لان لحد دلوقتي ما لقيتش الاحلى منها. جربت ايسنس، جربت اماندا، كاركتر زي ما قلت لكم حلوه، بس كاركتر من الانواع اللي بتثبت شعر الحاجب جامد، فدي انا ما اقدرش استخدمها كل يوم. عموما انا عامله لكم ريفيو كامل عن كل المسكرات الشفافه اللي انا جربتها، هسيب لكم لينك الريفيو تحت. ده زائد طبعا ان سعرها عبيط جدا، بتتباع بحاجه و60 جنيه ولا ب60 جنيه، فسعرها ولا حاجه. نيجي بعد كده لبطل من ابطال ايفون 2020. جربت السنه دي ارواش كتير جدا من ايفون برضو، ولكن البطل كان ايفون باور ستاي. ايفون باور ستاي كان البطل، وزي ما انتم شايفين لو قدرت اجيب كل الالوان منه هجيبها برضو، جايبه منه 4 الوان اهم. وخلي بالكم، خلي بالكم، عشان في نفس الشكل ده مكتوب عليه مارك. اسوأ روج ممكن تجربوه في حياتكم كلها
تمام. اللي زي ده مكتوب عليه مارك، وده كان كنت عاملاه لكم في فيديو اسوأ منتجات السنه اللي فاتت 2019، كان منهم اللي هو شبه ده ومكتوب عليه مارك، اسوأ روج ممكن تجربوه في حياتكم تمام. لكن التوب والفظيع والقمر باور ستاي، ثبات مش طبيعي، ثبات مش طبيعي، بيجمنت الوان مش طبيعي، كل حاجة فيه رائعة رائعة رائعة. العيب الوحيد الوحيد بالنسبة لي انه بيلزق 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 بيلزق. طبعا هو مات، انا هنا حاطة جلوس تمام. هتشوفوا طبعا لما انزل لكم التوتوريال بتاع الميك اب اللي انا حطاه. رحت فين انا؟ معلش. زي ما قلت لكم العيب الوحيد بالنسبه لي، هو مش عيب لان انا بالنسبه لي مجرد مثلا بحط جلوس خلاص التلزيقه بتروح، لو جبت شويه لوز باودر التلزيقه بتروح، فبالنسبه لي موضوع مش ايرجنت ولا موضوع فظيع. ولكن الروج حلو جدا، لو انت ما بتحبيش التلزيق اوعي تجيبيه، لو انت من الناس اللي شفايفك على طول مشققه وعلى طول بتطلع قشور برضو اوعي تجيبيه، لانه لو انت شفايفك مشققه وبتطلع قشور بيبين قوي الحاجات دي، لانه ثباته عالي قوي، ف زي ما قلت لكم بيبين العيوب دي. فانت لو انت بقى واحده بتعتني بشفايفك وعلى طول بتعملي سكراب وشفايفك فله، فده برضو هيبقى معاكي فله. نيجي بعد كده بقى عند منتجات الحواجب لايفون. للأمانة للأمانة مفيش منتج جربته السنة دي للرموش من ايفون وطلع وحش. للأمانة كل منتجات ايفون 2020 للحواجب فوق الممتازة، ممتازة ممتازة. وانا سايبه هسيب لكم برضو تحت ريفيو عن منتجات اللي انا جربتها من ايفون الحواجب. ولكن برضو نرجع نتكلم كده سريعا، كان الماسكارا حلوة جدا جدا، يعني الماسكارا بتاعت الحواجب حلوة جدا، الفرشة بتاعتها حلوة جدا، بتتحكمي فيها في شعر الحاجب، بتغير لون الحاجب، بتثبت شعر الحاجب، كل حاجة فيها حلوة جدا. تعليقي الوحيد الوحيد عليها ان هي غالية، يعني ممكن ايفون تنزله في سعرها، يعني ممكن تشتروها انتوا في الخصومات، لان انا لما بينزلوها بسعرها العادي بحسها غالية قوي، 100 مش عارفة و80 ولا اللي هو ما كاركتر ب130 اللي هو ليه، فاهميني؟ فلو نزل عليها خصومات هتبقى حلوة جدا 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 تمام كده. وعموما هو بيبو على طول، صفحة بيبو بتاعت منتجات ايفون واوريفلام اللي انا بجيب منها كل حاجتي تقريبا، على طول بتعمل عروض وعلى طول بتبيع الحاجات اقل من الكتالوج، فدايما ابقوا روحوا عندها واسالوا كده، يعني انا هسيب لكم اللينك بتاعها تحت. نيجي بعد كده للجل بتاع الحواجب بتاع ايفون، دي صمت كده نستشعر في جمال الجل، يعني الجل رائع 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 رائع، بقاله عندي حبة ما نشفش ولا حصل له اي حاجة، البيجمنت بتاعه رائع، لونه رائع، بتعرفي تتحكمي فيه كويس جدا جدا، ولا هو سايب قوي ولا هو ناشف قوي، ثابت، درجات اللون بتاعته جميلة جدا جدا. الدرجة اللي معايا ديت اسمها ديب براون اهو، تحفة. ونفس الكلام سعره حلو جدا جدا جدا، بينزل دايما في العروض بينزل بحاجة وحاجة وسبع حاجة وثمانين حاجة وسبعين في العروض، ف يا بلاش. نيجي بعد كده على احدث حاجة جربتها من ايفون، اجدد حاجة انا جربتها من ايفون، هو قلم الحواجب الخشب، وده استخدمته لكم الفيديو اللي فات على طول على طول، اللي هو استخدمنا فيه منتجات جديدة كان اول مرة استخدمه. روحوا اتفرجوا يا بنات وشوفوا جمال القلم وشوفوا بيكتب ازاي والبيجمنت بتاع القلم عامل ازاي، فظيع. وخدوا بقى على كده القلم الماتيك اللي هو العادي والقلم الماتيك اللي هو بشرطة، بجد كل منتجات ايفون للحواجب 2020 اشتريها وانت مطمنة. عايزة اقول لكم ان اصلا فاونديشنز ايفون كلهم حلوين جدا جدا، شكلهم بيبقى حلو جدا على البشرة، الملمس بتاعهم حلو جدا على البشرة، من احسن الفاونديشنز بتاعت اللي ممكن تجيبيها دراج ستور هي فاونديشن ايفون، رخيصة حلوة جدا على البشرة، شكلها حلو قوي، كل حاجة فيها الامانة حلوة.
اكتر فونديشن عجبني السنه دي في ايفون هو ايفون باور ستاي برضو، تمام، عليكم عنه ريفيو كامل. مشكلتي معاه الوحيده انه بيأكسد جامد جدا 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 جدا، وهتشوفوا برضو وانا يعني انتوا لو رحتوا للفيديو بتاع الريفيو بتاعه هتشوفوا بيأكسد ازاي، لو رحتوا لما نزل لكم الميك اب لوك ده هتشوفوا برضو بيأكسد ازاي. والبنات الفيديو اللي فات اللي قالوا لي يا رورو الفاونديشن اللي انت استخدمتيه كان برضو فاونديشن جديد من ايفون بيأكسد عشان الكوريكتور. موضوع ملوش علاقه بالكوريكتور خالص يا بنات خالص. هقولوا لي اصل اورتك ما غمقتش زي وشك. اول حاجه انا كنت قاعده على الارض والاضاءه كلها ضاربه في اورتي، علشان كده اورتي كانت فاتحه، ده اول سبب. تاني سبب انه انا اصلا ما حطيتش فاونديشن على اورتي، انا حتى بالفرشه جيت اعمل كده لقيت الفرشه خلصانه، فدبكت وشي كله بالبيوتي بلندر واللي باقي رحت عامله كده بيه على اورتي، لان اصلا انا اورتي الحمد لله والشكر لله ما في يعني مش محتاجه تغطيه جامده يعني. فبنات هو الفاونديشن بيأكسد، ملوش علاقة بالكوريكتور خالص خالص. يعني الفاونديشن ده هتشوفوا برضو في الفيديو ان انا حطيت كوريكتور تحت عيني ومحطيتش على وشي علشان تشوفوا بعنيكم ان هو هيأكسد من غير كوريكتور، ملوش علاقة بالكوريكتور اطلاقا. وروحوا اتفرجوا على الفيديو بتاعه هتلاقوه بيأكسد من غير كوريكتور، ملوش علاقة بالكوريكتور خالص. انا عارفة ان الفاونديشن ده غير الفاونديشن التاني، بس هي نفس الفكرة ونفس فكرة فاونديشنات ايفون. في بنات بتقول لي انه يا رورو الدرجات الفاتحه ما بتاكسدش زي الدرجات الغامقه، لان الدرجه اللي معايا دي درجه ميديوم بيج ودي من تعتبر من الدرجات الغامقه، تمام، اللي انا اوريدي حاطاها على بشرتي دلوقتي، تمام. فا اوكي جربوا الدرجات الفاتحه. انا عن نفسي ما بحبش ابقى فاتحه وما بحبش اخاطر ان انا اجيب درجات فاتحه عشان ما ابقاش شبح. انا عندي ان انا يبقى الفاونديشن غامق شويه وانا اقدر اتحكم بان انا افتحه بالكونسيلر ويبقى شكلي حلو على الكاميرا وشكلي حلو في الحقيقه، احسن ما ابيض نفسي وكل العيوب بتاعت بشرتي تبان ويبقى شكلي شبح، فاهمين قصدي؟ فلكن نرجع للفورمولا، الفورمولا بتاعت الفاونديشن دوت رائعة، شكله على البشرة زي ما انتم شايفين رائع رائع رائع، شكله على البشرة حلو جدا. الكفرج بتاعته من متوسطة ممكن تبنيها لأعلى، يعني حلوة التغطية بتاعته حلوة، رائع في التصوير، رائع 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 في الصور وفي التصوير وفي كل حاجة رائع، من أحلى الفاونديشنز اللي ممكن تجربيها فاونديشن باور ستاي من ايفون، بس اختاري الدرجة الصح وعرفي انه بيأكسد على ضمانتي بيأكسد. طيب نيجي بقى ل اخر منتج معايا في المنتجات الحلوة قوي او اللي عجبتني قوي في 2020 من ايفون، تمام كده، وهو هو الامانة مش هقول 2020 لان دول اصلا عندي قدام شوية اللي هما المارك دول، لان دلوقتي بقى الفيكسنج سبراي او السيتنج سبراي دوت من ايفون بقى مكتوب عليه ماجيكال ماجيكال تقريبا او ماجيك او حاجة زي كده، على الرغم ان هو لما بينزل في الكتالوج كده وبطلبه كان برضو بيجيلي دوت، تمام. انا للاسف المنتج ده من كتر ما انا بحبه دايما بطلبه قبل ما يخلص، يعني ممكن اطلب بالاتنين قبل ما يخلص من عندي. فانا عايزه اقول لكم ان دول اخر اتنين عندي، ده خلاص دي خلاص اهي فاضل فيها الحبه دول بس، وده برده فاضل فيه الحته دي، مش عارفه ليه بستخدم اتنين مع بعض يعني، بس ما علينا. فهتلاقي فالشكل ده مش موجود يعني، تقريبا بقى فيه مكتوب عليه شكل تاني، ولكن هو المنتج اللي جواه هو هو المنتج، حلو جدا 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 بالنسبه لي. بحس ان هو بيثبت الميك اب، بحس ان هو بيشد البشره، هو شويه بياخد وقته قبل ما ينشف، ولكن بيطفي منظر البودر. بالنسبه لسعره خلينا نقول بالنسبه لسعره حاجه و70 جنيه، تمام. وبالنسبه لكميته الفيكسنج سبراي او السيتنج سبراي ده بالنسبه لي رائع، وكل ما يخلص هجيبه، كل ما يخلص هجيبه، حلو جدا جدا جدا. وبرده بنات كتير جابوه وشكروا لي فيه جدا، لانه اصلا يعتبر من اشهر المنتجات عند ايفون هو السبراي ده، وبرده بقاله كذا سنه كذا سنه ايفون ما بتبطلش ما تنتجوش من كتر ما عليه اقبال والبنات بتحبه. اخر منتج معايا هتكلم عنه، والمنتج ده انا خليته للاخر لانه هنقول عليه ان هو بين الحلو والوحش، في للاسف عيب قوي وميزه قويه، فعلشان كده انا قررت ان انا اتكلم عنه في الاخر، وهو الاي شادو الكريمي اللي عامل زي القلم ده من باور ستاي، تمام. شكله عامل كده تخين وماتت كده اهو، كريمي زي ما انتم شايفين اهو.
تمام. ايه مشكلتي معاه او ايه فكرة القلم ده؟ ده المفروض ان هو اي شادو باور ستي بيثبت 16 ساعة وفي نفس الوقت كريمي. ميزته انه بيثبت قوي، يعني بيثبت قوي زي ما هم قايلين، فعليا بيثبت جدا، ما بيهببش خالص، حلو جدا. عيبه انه ما بيندمجش، فصعب جدا كاي شادو. يعني ازاي اي شادو ما يندمجش؟ يعني انا لازم، بصوا يعني انا عايزه اقول لكم انه انا لازم تبقى في ايدي الفرشه اللي هدمج بيها والقلم اهو، اعمل الخط كده وامسك الفرشه كده. انا لو استنيت ثانيه ادور على الفرشه فين، بيكون هو نشف في مكانه وما بيرضاش يتحرك. فلو انت عرفتي تستخدميه زي ما بقول لك كده، ان الفرشه في ايدك والقلم وكده، تمام. لو كده ممكن تستخدميه بقى كحل في العين، اي لاينر فوق العين، رائع جدا، بيجمنت جدا، ناعم جدا جدا جدا، ثابت جدا جدا جدا. ده مع الدرجه معايا دي اللي هي الدرجه البني منه، تمام كده. نخش بقى على المنتجات السيئة، وهم للأمانة منتجات مش كتير وسيئين من وجهة نظري الشخصية، تمام كده. هنبتدي بالباليت اللي احنا اوريدي متكلمين عنها، وهي باليت الكونتور من ايفون، تمام. انا بالنسبة لي الباليت دي سيئة، اللي هي الدرجة الميديم، تمام، اللي اسمها جلو اند سكلابت. سيئة ليه؟ لان هي مش كونتور، انتوا بتبيعوها للناس على اساس ان هي كونتور، هي مش كونتور ولا تقرب للكونتور في شيء يا جماعه. يعني دي تقرب للكونتور في شيء ازاي؟ درجتين كونسيلر، واحده فاتحه واحده متوسطه. يعني ده كونسيلر، انا بستخدمه كونسيلر، ومن جماله، من جمال الملمس بتاعه، انا بص قربت اخلص العين دي، فهو قولوا عليه كونسيلر. لكن ما تقوليليش ده ما تقوليليش ده كونتور. كونتور منين؟ كونتور لمين؟ ده حتى لو انت بيضه برضو ما ينفعش كونتور. كونتور ايه ده؟ ممكن تستخدميه فاونديشن مثلا، فاهميني. تاني حاجه بقى، البرونزر اللي فيه ده، بغض النظر طبعا ان لونه برضو يعني مش عارفه، يعني اللون ده يعمل كونتور لمين ولا على ايه؟ هو ما بيطلعش اصلا، يعني هو ما بيطلعش اساسا من مكانه، ما بيطلعش. بصوا ايه بقى ده. والهايلايت طبعا حتى في الباليت التانية مش قوي اصلا، لكن ده تعليقي على الباليت اللي هي درجتها جلو سكلابت اللي هي الميديا، تمام كده. انا بستخدمها ككونسيلر وبالنسبة لي فوق الرائع. المنتج السيء اللي بعد كده بالنسبة لي هو اللوس باودر بتاعت مارك. اللوس باودر بتاعت مارك دي انا مش عارفة اتكلمت عليها قبل كده ولا لأ، ولكنها سيئة للغاية. ليه يا رورو سيئة للغاية؟ لانها خشنة، خشنة جدا، خشنة، بتحسي بيها. يعني انت بتعملي كده حاسة ان انت حاطة بودر خشنة، مش طحنينها كويس، بتحسي بملمس البودر قوي 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 على بشرتك، بتحسي بملمس البودر قوي وانت بتحطيه تحت العين. الفورمولا بتاعتها محتاجة تحسين، محتاجة تتحسن اكتر من كده بكتير جدا للأمانة، يعني ده رأيي الشخصي. طبعا المنتج بعد كده اكيد كلكم عارفينه لان انا قلته 10 مره، وهو باليت ال باليت الاي شادو من ايفون، اللي هي دي اللي اسمها بيرفكت وير، تمام. زي ما قلت لكم البيجمنت بتاعها سيء، البيجمنت بتاعها ضعيف جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان باليتات بريتي وومن ومايت سينما والكلام ده اقوى منها 100 مره. تقسيمه الالوان، اللي عامل الالوان اصلا يعني بصراحه الله يسامحه، يعني مفيش لون دافي، مفيش لون غامق، مفيش لون نعمل بيه اي حاجه. يعني ما تعرفيش تطلعي لوك يعني ايه متكامل منها. يعني انا عارفه ان بنات هتقولي لا ما انت بتعرفي تطلعي وطلعتي بدل اللوك لوكين، بس مش ده الطبيعي، مش ده الطبيعي ان انا المفروض يبقى في باليت، في باليت على الاقل المفروض يبقى في منها لون غامق اعرف ادف بيه واغمق بيه، فاهمين قصدي. يعني انا ساعه لما عملت كل الجفن لون واحد وما عرفتش اغمق بحاجه، فاهمين قصدي. ف ولا الشمر حلو ولا المط حلو، ولا هي كلها على بعضها تستاهل تمنها اصلا. زي ما قلت اعملها ب 50 جنيه ونتكلم مع بعض ساعتها. المنتجات اللي بعد كده، اول حاجه فيهم القلم بتاع ايفون ترو كولر، اللي هو ده القلم دوت. انا كنت جايباه وقلت لكم قبل كده
لونه المفروض اخضر، انا كنت جايباه في الكتالوج على اساس ان هو اخضر زرعي بيلمع، هو مش كده خالص اهو. انا مش عارفه باين ايه عندكم، بس عايزه اقول لكم انه ضعيف جدا 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 جدا، مش زي ما انا جبته خالص 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 خالص. اتصدمت فيه بصراحه، لانه كان في الـ يعني على البنت اللي في الكتالوج كان لونه جبار يخطفك كده يعني. هو خطفني اول ما شفته قلت انا عايزاه، لكن لما جه اتصدمت فيه. حتى لو عايزين تشوفوني وانا بستخدمه، روحوا شوفوا الفيديو بتاع السموكي، سموكي اسود كنت عاملاه، هسيب لكم لينك للفيديو تحت، كنت مستخدمه ده فيه. روحوا شوفوا كده اللون بتاعه عامل ازاي على العين. تاني حاجه الاليمه بتاعت مارك اللي عامله كده، اللي شكلها عامل كده وغطاها ابيض ومكتوب عليها ذا بيج سكيني، تمام. ليه بقى الاليمه دي مش حلوه؟ عشان سببين. اول حاجه هم السببين، هو سبب واحد، هي مكتوب عليها ان هي اليمه ووتر بروف. الاليمه لا تمت للووتر بروف بصله خالص. اول حاجه ضعيف جدا جوه الووتر لاين، مش قوي، تمام. يعني عايزه اقول لكم ان الاليمه الجديده بتاعت باور ستاي اللي هي دي، تمام، شكلها عامل كده، احلى منها 100 مره، احلى بتاعت مارك 100 مره احلى، والبيجمنت بتاعها اقوى وشكلها في العين احلى 100 مره، تمام كده. تاني حاجه بيهبب جدا، بيهبب جدا جدا جدا. انا مجرد ما بحطه بحس ان انا بقيت باندا من الجناب هنا كده، لو حطيته فوق العين بيطبع في الجفن. فاللي هو انت يعني مين استحل ان يكتب عليك ووتر بروف؟ انا مش عارفه. ف مش ووتر بروف، مش ووتر بروف. اخر منتج معايا في الحاجات السيئه اللي استخدمتها السنه دي من ايفون، زي ما قلت لكم حاجات مش كتير، هو المنتج ده. حد يفهمني ده ايه؟ يعني المنتج ده بيعبر عن ايه؟ عارفين نفس المنتج بتاع ايفون اللي انا كلمتكم عنه في اسوأ منتجات بتاع السنه اللي فاتت، اللي هو كان 3 في 1، وقلت لكم انا مش لاقيه له وظيفه. نفس المنتج تقريبا، بس هم غيروا العلبه بتاعته، بدل ما بقت ازازه حطوه في سكويز. نفس الكلام برضو 3 في 1، اسمه ترابل اكشن، يعني 3 اكشن. هو انا مشوفتش منه ولا اكشن الحقيقه. برضو مكتوب عليه انك انت بيشيل الميك اب، ميك اب ريموفر، وبينظف، وماسك. ولا حاجه من الثلاثه ماشيه معايا، ولا شايفاه بينظف كغسول، ولا شايفاه ينفع ماسك، مش عارفه ماسك ايه اصلا، يعني مالوش اي 3 لازمه، تمام. ولا بيشيل الميك اب كويس. فبرضو منتج بالنسبه لي هو ما بيعملش اي حاجه من اللي بيقول عليها. يعني منتج زي ما بقول لكم، انا حاساه هو نفس المنتج اللي انا كلمتكم عنه السنه اللي فاتت اللي في ازازه، بس هم غيروا التعبئه بتاعته. عايزه اقول لكم ان هو مليان لحد اخره، انا جربته مرتين قلت اديله فرصه ولا عمل معايا اي حاجه. جديد لانج مش لاقياله. وعايزه اقول لكم ان انا كنت راميه اللي هو ال3 في 1 التاني بتاع السنه اللي فاتت زي ما هو برضه، ماشي. يعني انا عايزه اقول لكم ده، انا دلوقتي حاليا بحاول بفكر ان انا استخدمه في تنظيف الاسبونج اللي هي البيوتي بلندر، غير كده انا مش لاقيه له وظيفه تاني للامانه. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، وطبعا هسيب لكم لينك بيبو تحت في صندوق الوصف. ولو عايزين تسالوها على اي حاجه او تجيبوا اي حاجه من ايفون، على طول عندها عروض وعلى طول عندها خصومات، وانا بحب اجيب من عندها جدا لانها ذوق جدا. غير كده حابه اقول انه ما اظنش ان اللوك ده هينزل في الفيديو ده، لان الفيديو قدامي اهو، انا واصله لحد دلوقتي ل 45 دقيقه مش عارفه من غير الميك اب لوك. فاللي هو انا مش عارفه قبل ما اعمل مونتاج للفيديو ده هيوصل لايه، فاكيد هيبقى في فيديو تاني للميك اب لوك دوت. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ولو عجبكم الميك اب لوك اكتبوا تحت عشان تشجعوني انزل لكم الفيديو بتاعه.